إلى الولايات المتحدة، حيث طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام مرافعته أمام مجلس الشيوخ طلبوا بتبرئته من الاتهامين اللذين وجههما إليه مجلس النواب بعرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة. وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني أمام الأعضاء 100 في مجلس الشيوخ الذي سيقرر الأربعاء مصير ترامب إن الرئيس لم يرتكب أي خطأ، واعتبر أن قرار عزله في مجلس النواب منحاز تماما وسياسي، مؤكدا ثقته بالمجلس. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من نيوجيرسي السيد هاشم كريم، عضو اللجنة أو الهيئة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي. سيد هاشم صباح الخير وأهلا بك على إكسترا نيوز. وهل يتبقى ساعات قليلة لتبرئة ترامب من هاتين التهمتين اللتين وجهتهما إليه حزب أو وجهت هذه التهم حزب الجمهوري وأعضاء حزب عفوا الحزب الديمقراطي وأعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب؟ هل بات يقينا أن بحلول منتصف اليوم غدا بالتوقيت الأمريكي سوف يعلن مجلس الشيوخ تبرئة ترامب من هاتين التهمتين؟ والله اعتقد طبعا المحاكمه في خطواتها اللي تمت يعني كان هناك اثبات ان هو ارتكب مثل هذه الاخطاء، وده بالنسبه للكونغرس الامريكي وبالنسبه للدستور الامريكي اخطاء كبيره يعني يتم فيها عزل الرئيس، لان ممنوع الاتصال باي دوله اجنبيه او طلب المساعده من اي دوله اجنبيه للتدخل في اي انتخابات موجوده. فدي كانت يعني عملية طبعا، ولكن تضامن الحزب الجمهوري معاه لأنه منهم الأغلبية في مجلس الشيوخ. كما تعلم مجلس النواب ديمقراطي، مجلس الشيوخ نعم جمهوري. إذا التصويت على أساس حزبي بالضبط، فهم طبعا قرروا، إنما دي هيكون لها تأثير ممكن سيء على الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة، لأنه واضح تماما ان هم لا عايزين يحطوا محاكمه ولا عايزين يجيبوا اي اثباتات ولا عايزين يستدعوا اي شهود اطلاقا. طبعا يعني دي ما بقتش محاكمه للاسف، يعني انا طبعا في الحزب الجمهوري، انما يعني في حاجات ممكن تدور الحزب تبقى يعني وضعها مش مريح الحقيقه. يعني حضرتك كنت شايف ان كان لابد من تصويت لصالح الاستماع الى الشهود في هذه المحكمه، التصويت حول الاستماع الى الشهود والوثائق جاء بواقع 51 صوت للجمهوريين مقابل 49 للديمقراطيين. يس، هو كان ممكن يحل المشكله دي من قبل كده، من قبل ما تدخل مثل هذا المواقف يعني، وكان ممكن قوي لا تعرض حتى على المجلس، لان ممكن مساعدينه يقوموا بالدور اللي هو عايز يقوم بيه ويبلغوه للاخرين بدون التدخل الشخصي للرئيس نفسه. طيب هو من حيث المبدا يبدو انه مرفوض في الولايات المتحده اذا ما صحت هاتين التهمتين، سواء باستغلال منصبه للضغط على خصمه الانتخابي، يعني سواء كان ذلك عن شخص ترامب او حتى من مساعديه، هذا المبدا ربما يكون مرفوض من قبل المجتمع الامريكي والشارع السياسي. ابسولوتلي ابسولوتلي مرفوض تماما يعني. هو طبعا غالبا مش هيتشال، انما اصبح واخد حكم، وده حكم تاريخي الامبيتشمنت، ده مش هيتشال منه يعني، مش كون ان هم ما وافقوش يبقى الموضوع انتهى، لا. وبعدين ممكن يجي رئيس ثاني ديمقراطي في الانتخابات 20 يمشي الموضوع، يعيد المحاكمه. انت عارف طبعا امام مجلس مجلس النواب يعني، ولا محاكمه قضائيه امام مجلس الشيوخ القادم؟ مجلس الشيوخ، لا القضاء ملوش دعوه. الامبيتشمنت هنا في امريكا في الكونغرس لا دخل له في القضاء على الاطلاق. تعرف هم عملوا الموضوع ده كله اصلا لما جم ينقلوا من الملكيه في 1700 والى اخره وعايزين ياخدوا الاستقلال، فطبعا مع الملكيه ما يقدروش يعملوا حاجه، فكان لازم يجيبوها تبقى جمهوريه. بعد القوانين الموجوده كلها والقوانين قيمه وعظيمه، عملوا الامبيتشمنت ده وضع سياسي، اذا احد اخطاء احد اعضاء الكونجر او مجلس الشيوخ اخطا خطا دستوري قوي مش ودوش المحاكمه يعني المجال اللي احنا عارفينه ده، لا هم اللي يتصدروا يعني يتسلموا محاكمته ورفضه بالالف للياء.
طيب قرارهم النهائي. لكن في الثلاث محاكمات السابقة سيد هاشم وآخرها هذه المحاكمة، يبدو أن قرارات أو الحكم أو هذه المحكمة تبدو أنها محكمة سياسية أكثر منها محكمة قضائية وبرلمانية. هي محكمة سياسية بالفعل، لأن هي محكمة مش قانونية ولا برلمانية عشان تحكم بنص القانون خمسة ينطبق عليه كذا ويعمل كذا، نعم هي حاجة واحدة فقط، حاجة واحدة. كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية يجب واضح تماما أن هو لا يمس الدستور الأمريكي، لأن الدستور الأمريكي ده اللي بيحمينا. أنت هو اللي عمله ترامب أخطأ عن طريق إيه؟ أن هو بيطلب من رئيس دولة تانية يديله معلومات ليه اللي هيدخل ضده في الانتخابات. ده يعتبر تدخل من دولة أجنبية. واستغلال سلطاته بطبيعة الحال. إنما عارف عارف لو جوه، لو هو هنا، لو بين الأحزاب وبعضها جوه أمريكا ما فيش مشكلة، ما احنا طول النهار سوري في الكلمة يعني بيشتم ده وبيهاجم ده وبيعمل ده كده، إنما ما يجيبش واحد من بره خالص دولة أجنبية يقول لها هاتي لي معلومات عن فلان عشان أنا هستغلها في الانتخابات. طبعا دي ظاهرة يعني لو تمت، وعشان كده الحزب الجمهوري، وأنا آسف أقول الكلام ده، إن ممكن يدفع ثمن كبير في انتخابات 2020 لو صمم على اللي هو عايز يعمله. هو طبعا أولموف خلاص هم يبدو أن الموضوع كله متجه لتبرئة ترامب من هاتين التهمتين، وسوف ربما يعني تطلق أو تعلن هذه التبرئة غدا في جلسة التصويت حول محاكمة ترامب أو عزل ترامب من قبل مجلس الشيوخ. على كل، السيد هاشم كريم عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، كنت معنا من نيوجيرسي الأمريكية.